السلام عليكم، معاكم محمود فودة. يا ريت كلنا ندعي لاخواتنا في فلسطين، يعني الفترة دي صعبة عليهم، فربنا يعديها على خير كده يا رب ويسدد خطاهم والحق يرجع لاصحابه باذن الله. والنهارده هنشوف ازاي ربطنا الفيديوز دي بطريقة بسيطة بالشكل ده. وانت بتعمل مونتاج بتكون شغال على تراك او رتم معين للموسيقى بتاعتك ومرتب على اساسه الفيديوهات بتاعتك. اوقات كده بتلاقي فيديو عاجبك المفروض ان انت تحطه في المكان ده عشان تمشي التراك على نفس الرتم اللي انت بنيه عليه، ولكن ما تبقاش عارف ازاي تربط الفيديو ده بالاجزاء اللي انت مقطعها على التايم لاين عندك. اكيد انت الفيديو اللي هتكون شغال عليه مش شرط شبه الفيديوهين اللي انا شغال عليهم. الطريقه دي مبنيه على حاجه اسمها الماسكينج. ببدا اشوف ايه العنصر اللي انا ينفع احدده في الفيديو الاول وابدا ان انا احركه لبدايه الفيديو الثاني. اول خطوه هعملها ان انا احط الفيديوهين ورا بعض وابدا احدد النقطة اللي هيكون فيها الترانزيشن بتاعي او القطع بتاعي للفيديو التاني. هقطع الفيديو عند النقطة دي وابدأ انقله فوق الفيديو التاني. في الفيديو الاول اللي انا قطعته هبدأ ان انا اضيف زوم ان، ابدأ ان انا اروح على السكال واعمل 2K فريم، الاول ب100 والتاني ب150. هيدينا الشكل ده، وده انا عملته عشان اغطي الماسك اللي انا هعمله على الفيديو الاولاني وهنشوفه دلوقتي قدام. بعد كده اروح على الاوباستي واختار البين تول وابدا ان انا ارسم ماسك على العنصر اللي انا عايز اعمل عليه الترانزيشن بتاعي في الفيديو. بعد ما اخلص رسم للماسك بتاعنا ببدا احركه من الماسك باس وابدا احط كي فريم واحركه خطوه بخطوه على طول التايم لاين عشان اخلص الانتقال بالشكل ده. وعشان اخلي الايفكت بتاع الزوم ان ناعم شويه معايا بروح على الكي فريم الاول وادوس كليك يمين واختار ايز اوت، واروح على الكي فريم الثاني وادوس كليك يمين ايز ان. هتحس ان النقله كده بقت انعم من الاول. كده خلاص خلصنا الجزء الاول من الفيديو، بقى نروح للجزء الثاني. في حالتي الجزء الثاني كان بسيط جدا، هي مجرد ان انا عملت ايفكت زوم ان في الفيديو الثاني بحيث ان انا اربط النقله اللي في الفيديو الاول بالنقله اللي في الفيديو الثاني. من السكيل هروح اعمل 2K فريم زي الفيديو الاول بالظبط واعمل ايفكت زوم ان، الكي فريم الاول ب100 والكي فريم الثاني ب130 150 على حسب الحجم بتاع الفيديو بتاعك. هرجع للفيديو الاولاني وادوس كليك يمين وارفع السبيد بتاعته ل 150 عشان ابدا ان انا اربطهم مع بعض. وابدا اظبط الفيديو الاول مع الفيديو الثاني عشان النقله تكون واحده وتطلع معانا بالشكل ده. وهسيبكم مع الفيديو النهائي وشويه لقطات كده خلف الكواليس وقت تصوير الفيديو ده. كانت معلومة صغيرة بس اتمنى من ربنا انها تفيدك في اي فيديو انت شغال عليه. لو عندك اي سؤال عن اي حاجة تقدر تكتبه لي في التعليقات تحت هرد عليك ان شاء الله. ومتنساش تتفرج على الفيديوهات اللي فاتت. لو انت جديد هنا ومهتم بالتصوير او الفيلم ميكنج او المونتاج اهلا بيك، انا محمود فودة. تقدر تشترك في القناة تنورني، اكون شاكر جدا ليك. وبس كده يا سيدي، كان معاك محمود فودة، سلام. تدوس لايك على الفيديو بقى. ها سلام.